السلام عليكم، يعطيكم العافية. في ناس يشيلون الكرسي وفي ناس الكرسي يشيلهم. الناس اللي تشيل الكرسي دائما الكرسي ذي يحتاجهم، ولما يمشون يظل هذا الكرسي وذكراه على ذي الكرسي ذكرى طيبة ويكون مطلوب. لكن اللي الكرسي يشيله بمجرد ما يمشي من على الكرسي اختفى كأن فقاعة صابون واختفت. شوف هذه الشغلة إذا بتكون تكون جدًا على شغلة. شو صاير؟ نأخذ إيش استحق؟ مراجعين عندنا شو استحق؟ مراجع إيش فيك؟ إيش عندنا؟ تعال طبعا. يلا أمورك طيبة، أمورك طيبة. تعال انا وقع لعن معاملتك. تفضل امورك طيبه يا ولد، امورك طيبه ان شاء الله، ان شاء الله طيبه. ايش اسمه؟ عيد خبيث يعني. اذا قاعدين احنا على المكتب نشتغل شلون؟ اي ما عليه، لا تقعد، قوم وقف. خذونا وخذوا صيدنا على البحر، احنا قاعدين نبغى مرتب احنا. يا يبا لا تقعد على تسوي سوالف. قوم ناخذ قوم هذه بدي خلص. اذا ما قمت وين انت؟ هلا هلا طويل العمر. هلا شلونك يا حجي؟ مرحبا. اخبارك؟ الله يسلمك. طيب سلمك. بشرنا عنك. زارتنا البركه. الله يسلمك. طيب ان شاء الله. الحمد لله. شلونك؟ شلونك والله بركه، اللي شفناك من زمان ما شفناك. طال عمرك. شغل. شلونك؟ الحمد لله. طيب ان شاء الله. انت شلونك؟ الحمد لله. طيب الحمد لله. اموركم طيبه؟ الحمد لله رب العالمين. الله رب العالمين. بس يعني تخبر طال عمرك. سم اقول يعني بعض الشغلات. بايك ان شاء الله. جزاك الله خير. بايك جزاك الله خير. جايك الله يسلمك، تشرفنا. شلونك يا ابو حسن؟ زين. شلونك؟ زين. طيب ان شاء الله. زين. اموركم؟ زين. تمام. زين الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. زين. قلت لي حسن انت مسؤول القسم صح؟ انا مسؤول القسم هنا. بارك الله فيك، بيض الله وجهك يا ابو. الحمد لله. بارك الله فيك، وجهك ابيض. الله يخليك. جتيني امورك طيبه وزينه. كلهم تحت ادارتك طال عمرك، وايد كل شيء زين. كل شيء زين تحت ادارتك طال عمرك، كل شيء زين. بس في شغله اذا ما عليك. نعم يا تفضل. هو شوي في عندنا مشكله الله يسلمك يعني. اللي هي المشكله في الميزانيه. ميزانيه القسم؟ القسم هي كانت زينه، بس الحين صارت ظروف يعني. وتعرف اذا الميزانيه ما في ما نقدر نمشي الشغل. وصلنا لمرحله اذا ما تصدقني مع الاخ اللي هني الجميل الفاضل استاذ فيصل، قمنا انتحاطه فلوس يعني جمعيا نحط حطيه عشان ندز الشغل. هذا الكلام صحيح؟ صحيح. ناخذ بعد في شغله ما عليك يا مر. كسرت حصاله اختي بس عشان حصاله. اي والله العظيم صغيره، 5 سنوات عمرها. الاجراءات اجراءات اجراءات طال عمرك. اجراءات الماليه كلمناهم. انا اخبر ابوي حسن، اخبر ان انا حاط ميزانيه خاصه حق القسم. صحيح. وطلب ميزانيتك ما وصل لي اللي يطول لي في عمرك. لا لا عند الماليه. لا لا طال عمرك. لا طال عمرك شنو عند الماليه؟ معطيني لحظه يبا شوي. لحظه الله يحفظك. نعم نعم. ايه معطينا قهوه اذا تبي الصج، معطينا قهوه عشان يمرر لك الورقه. ليش ما يبي الميزانيه الماليه؟ الله يسلمك، لازم اول شيء في اجراءات، فيبي لهم شوي دزه. كلام صحيح. والله صحيح طال عمرك. صحيح كل اللي قاله اخوي، الكلام صحيح طال عمرك. وجهك ابيض طال عمرك. واخوي حسن اي والله كتبت لي انت الميزانيه. كاتب الميزانيه وسلمها حق الاخ. لا تسلمها حق الاخ، تبها لي مكتبي الله يطول لي في عمرك. دايركت تبيها لك مكتبك. نعم انا سمعت عنك كلام زين وطيب. جزاك الله خير. وانت تستاهل الواحد يوقف معاك. الله يخليك. بالعكس احنا جايبين اللي نشكرك. احنا اللي نشكرك، انت اللي سويت هذا القسم. الله يخليك. وهذه فكرتك ولازم نوقف وياك. وانا بعد بشوف، انا اشوف من زمان ما اشوف عنك لا ستيب لا درجه. بشوف موضوعك، بشوف ليش مو قاعد يوصل لي، بس بشوف. سام طال عمرك، اول شيء اقول لك على هالجاي بيض الله وجهك. وجهك ابيض. الله يسلمك. نعم ابيض مو وجه بعض الناس. الله يسلمك. الله يطول عمرك. عندي موضوع الله يسلمك. تفضل قول بقول. موضوع الدرجه الله يسلمك. درجتي الله يسلمك واقفه صار لي سنين على نفسي. كم سنه؟ اوه اتذكر يوم اخذ الدرجه هذه بنتي في الصف الاول، عفوا عمرها سنه. والحين في الجامعه طال عمرك وانا نفس الدرجه. اي خذينا هاي حق الشؤون الاداريه الله يسلمك. ليش هذا اللي صار؟ تقارير زينه وايد 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 وايد. وليش هذا الموضوع؟ والله
سأل الأخ الله يسأل كل ما أقول له قال يبينا دز دز حسن دز. حسن أنت رئيس قسم وفيصل وياك في القسم ورا ما كتبت حق فيصل طلب الدرجة والله والله إنه خذه يعني فيصل من الناس اللي يستحقون وتعرف الورقة من متى من 5 سنين قبل ما أنا آي أنا لأن شهادتي أقوى فترقيت على طول أبشر بعزك الله يسلمك أبشر بعزك الله يسلمك أنا الموضوع شخصيا راح أمشي أمشي فيه وإن شاء الله أبشر بعزك حول هالسنة الله يسلمك إن شاء الله درجتك ماشي ماشي ولازم بنعوضك بعد خير دزت والله والله أنت يا طويل العمر ما تقصرون أنت ما تقصرون لكن المشكلة ندري في وين تكمن الله يسلمك تكمن خلاص ما صار الا الخير ان شاء الله يحبارك الله فيك جزاك الله خير وبارك الله فيك وان شاء الله اموركم طيبه حي الله شباب حي الله شباب شلونكم الله يسلمك طيبين طيبين طب حالك الله يسلمك خوش جاي مشكور يا ابوي مشكور اقول طال عمرك سامي ابوي انا واخوي حسن حبينا نشكرك بالنيابة عن الجماعة طبعاً أيوة. حبينا نشكرك على الحركة الترقيات اللي صارت أو الدرجات اللي صارت الله يسلمك وإزاك الله خير وبيض الله ويهك وما منك قصور ويهك أبيض مو بويه بعض الناس الله يسلمك هذا حق وواجب هذه واجب وهذه حقكم يا يبا الله يسلمك بالنيابة عن أخوي حسن أشكرك على ميزانية القسم بالعكس احنا وايد مستانسين وايد مستانسين يعني أنا وزميلي فيصل مشت الميزانية والشباب طلع من ابتساماتهم يعني الميزانية مشت عليهم وفضفضنا عليهم يعني الهموم كل الله يخليك جزاك الله خير لا موفقين يا يبا ورجعت بيزات حصلت اختي رجعت أقول طال عمرك ذبانة على كتفك والله لا هذا لا راحت لا نعم على طاري حصالة أختي كم طلع لي 20 دينار سلمك الله تذكرتني بسالفة سنة من السنين سلمكم الله ويا حسن عمران أوه حسن الله يغرب سنة من السنين أنا يا حسن عمران الله يمسيه بالخير عايش ليحين موجود إيه كنا بلبنان لبنان في فري فوق بالثلج فسلمكم الله الله يمسيه بالخير الله يمسيه بالخير إيه فشفت جايب ويا حصالة صغيرة حصالة صغيرة فقلت له احنا رايحين سياحة ليش يا ابو عمران الله يمسيه بالخير مساك الله بالنور ايه ليش يا ابو عمران هالحصاله وكان ويانا حسن رحمه الله عليه الله يرحمه ايه حسن وخالد رحمه الله عليه خالد حسين ايه الله يرحمه الله يرحمه والله يمسيه بالخير ابو عمران كان اقول له ليش الحصاله قال انتوا بدل ما تقطون البخشيش تخبر سلمك الله حق اللي يشتغلون هناك قلت انا اجمعهم لكم لاخر السفره تفضل حيا تسلم يا ابو الله يسلمك الله الله يمسيه بالخير ابو عمران على فوق في الثلج ها على الثلج طار الثلج هذه اللي ذكرتني حصالة اختك عايل بالدوام احمد اي نعم لا تنادون الا احمد حصالة الله يطول في اعماركم الله يسلمك يلا يبا امناكم الله ومشكورين وما قصرتوا سريع يبا سريع ولا احد يقول سريع الله يسلمك سريع الله يسلمك لا والله الناس مقامات الله يسلمك استريحوا اموركم طيبه يا حبيبي ها على حساب طول العمر على حساب طول العمر ايه شوف سريع يبا سريع سريع ايش دراني فيه؟ صدق منافق بقول لك دفع الحساب لو جا نطلع تعشي
اما يبقى ثلاث بون على علي صارك. شفت راسك فيه لاصق هلبة لاصق في الريال. انت شفت ايش يسوي؟ هذا اللي هذا احنا هاي علاتنا احنا هذا اللي مودينا الريال. اما الريال ترى زين وترى زين ما عليك من لكنته بس زين بيض الله وجهه اما قطع عليك قطع الحصاله شفته اي لا بس حلوه كانت راح نلبسها منك بحصاله خير ان شاء الله اقول بحصاله مسامحه السلام عليكم السلام عليكم شباب شلونكم؟ جايب لكم خبر تازه بازه مازه رفيجكم اي رفيج؟ الناخذه ايش في؟ مشوا قاعدوا صدق؟ ها؟ ناخذ عنا؟ ايه قاعدوا؟ قاعدوا متأكد من الخبرة ولا قاعد تألف على الريال اشاعات؟ مليون في المئة أنا في مكتب ايش فيك أنت؟ مليون في المئة هذه اللي طمطمة قايل لكم أنا ما يفهم ما يعرف الذي كل واحد يدش على المكتب مسؤول كل واحد يدش على المكتب لازم أول شيء يستأذنون لازم يأخذون أول شيء موعد لازم من كل شيء من السكورتي لسكرتير لازم يأخذون اسمعني حازين لا تأين ست شمت في الريال ولا وتضحك وقاعده ومشو قزرت تناطط من يمين لليسار وراك انك بفخيد يا رايح منك وياي مني والحين يوم الريال قاعده قلت لي ياي شق الحج وتقول لي مشو لا مستانس تناقص بس صدقت يوم قلت عنا ذبان صدق ما تسحله وجهك ريال انت تمشي وراه وتشربل شاي وطالع عمرك وطالع عمرك الحين الذنب فيك شغلي انا مدير مكتبه لازم اسوي له كذي شغلك تنافقه ولا الحين تشمت فيه ما انافقه ارتب له الامور اسمعني زين نعم تدري ليش مشو ليش تدري ليش قاعده لان كل من يجي ويدش عليه لا لان ريال سيده لان ريال كفو لان ريال حقاني عرفت ولكن لو كان غير كذي كانوا حتى 20 سنه بيتم على كرسي لكن ما يبون لي هاللون شنو ما يبون لي هاللون الله يداك واحد قاعد يخربط ما يدري ايش يسوي ايش ما يسوي يبون اشكالك اي والله لك انت بالصدق انت المو بكفو صراحه مرحبا هلا 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 حيا الله مني هلا النخت السلام عليكم هلا هلا نأخذ هلا نأخذ حياك حياك تفضل تفضل سام سام طال عمرك تفضل تفضل شتامر عليه شتامر عليه جاي يا صبي لك مع الصب لحم براه شوف هاي 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 احترم نفسك أنت ريال طول عرض تكلم معه بهالطريقة ناس مقامات إيش فيك أنت مالي بك مالي وصار له الخير حملناكم الله يا ايضا تو الناس تو الناس ناخذه تو الناس ناخذه طالع طالع الاوانم شلون اذا الواحد تقاعد شو يسوون فيه كلها المعلنة قاعدة في هالقهوة يلا امشي امشي على وجهك امشي 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 لا لا بارك لا بارك الله لا ترى واضحة السالفة ومكشوفة عند كل الموظفين عند بعض المسؤولين لما يجون تشوف واحد ورا ولا اثنين تشوف شي انت بروحك بفاهم ما يبتسمن على شنو وما داشين مكان مكتب ولا داشين حق الموظفين تشوف واحد شي انت ايش فيك مبتسم الحين وين الموضوع يعني اوكي ابتسامة بس في ابتسامة عن ابتسامة تفرق في الابتسامة المتصنعة الواضحة اللي انت كموظف مو مركز ويا المسؤول مركز في واحد ورا زين كذي طالع من ورا المسؤول طالع ايش فيك ايش فيك وتشوفه مو 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 قار مو قار المسؤول تقول لي ما يعرف لا يعرف يعرف هذه نوع من انواع البطانه المتطوعه يعني في بطانه يختارها المسؤول هذا على حسب كفاءاتهم على حسب احتياجاته لكن في بطانة متطوعة يعني ما حد طلب منه يعني مثلا انت قاعد يك واحد وياك نفس الوظيفة يك محمد نزيه هي محمد نزيه هي زين شو تبي نسوي محمد نزيه هي شاس شيل 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 ذي شيل ذي ايش فيك الريال مو متضايق انت ايش فيك فيدش تشوف محمد اول ما يدش ينط على محمد نزيه حيق طال عمرك وذي هاي التطوع انا يعني انا بصير من بطانتك متطوع هذه هو المضر الأكبر
المشكلة الأكبر لما يكون المسؤول مستوعب ذي لكن مرتاح من هذا الموضوع، مو بشرط أن يكون المسؤول سيء لا، ولكن مرتاح من هذا الموضوع أو مو مرتاح ومعطي الموضوع أهمية، فياخذ على فياخذ كاركتر هذا المسؤول لا شعوريا بأن ممكن والله يعني هذه فيه نوع من الحبية يمكن أو نوع من هذه الأمور. تشوف مجلسه دائما دائما مليان، لما يقعد في المجلس تشوف العالم كلها تيلة من الموظفين، ياما مسؤولين ياما مسؤولين بمجرد ما طلعوا من مناصبهم ما تسمع إلا المجلس بروحه قاعد تسمع طالع وين الهيلة اللي كانت، وين اللي يقوم ينقز ويصب القهوة، اللي كلهم راحوا انتهت المصالح.